صباح العافية عليك أمورة، شلونكم؟ كل الهلابيش، احنا زينين ما دام انت زينة. نعم، احنا زينين ما دام انت زينة. ايش قلت عمر؟ انا اقول احنا، يقول لك هاي فراس دي الشاشة، بس انا اقول لك احنا زينين ما دام انت زينة. ما داس معك زين يوم اللي ما سمعيني. على العموم يلا اوكي، نترك الجو لك سجنان، وانا اتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله يا رب. اوكي اوكي شكرا. صباح الخير احبائي، اهلا وسهلا بكم ومرحبا كل الهلا، يسعد صباحكم ان شاء الله ويجعله مليء بالبركه والخيرات. احب ايضا اصبح على كل كادر قناه الرشيد في كل مواقعها، الله يقويكم ان شاء الله ويسعد صباح الجميع. اكيد الانسان يستفيد من حياته اليوميه وكذلك التاثيرات الفلكيه. نيجي نشوف شنو اخبار الوضع الفلكي العام. الوضع الفلكي العام يقول انه القمر ما زال متواجدا في برج الثور الترابي، وبوجوده في برج الثور الترابي اعتيادي. كان العرب السابقين يقولون ان القمر لو اقترن بنجم الدبران في برج الثور فيلحظون انخفاض بدرجات الحرارة ويكون هناك برد، فشيء طبيعي من ناحية علم الأبراج. نعرف أنه الفترة الحالية إن شاء الله يعني بعد شي ساعات راح تبدي الأجواء تبرد، فننتبه إلى ذلك. هاي من ناحية علم الأبراج، وكان يعني أجدادنا السابقين لهم باع كبير في دراسة الطقس وكذلك الزراعة من خلال علم الفلك، كان يساعدهم كثيرا في هالأمور. فننبه على هالموضوع، القمر متواجد في برج الثور الترابي، إذن ما هي التوقعات العامة لبرج الثور وكذلك بقية زملاء من الأبراج؟ خلي نجي نشوف مع بعض. عزيزي مولود برج الحمل الناري، هناك أمور في هذين اليومين إلى أن ينتقل القمر إلى برج الجوزاء عليك مراعاتها بين قوسين. أولا الوضع الصحي بشكل عام، جسمك ده يعني نحس أنه أكو بيه يعني طاقة متناقصة، أكو ده يصير طاقة متناقصة مع زخم العمل، هذا ده يسبب عندك شيء من التعب، الرغبة في النوم. أكو كثير من المجاميع يصير عندهم رغبة في النوم، إضافة إلى العشرية الأخيرة من عندها راح يكون عندها نوع من الانشغالات الدائمة. لذا نرجو أنه العشرية الثالثة يعني بالأساس يكون شوية تنتبه إلى وضعها الصحي بصورة عامة وكذلك كبار السن. هذا الموضوع غير مقلق حقيقة، ليش؟ لأنه الوقاية خير من العلاج. التأثير الفلكي متواجد، التأثير الفلكي حينما يؤثر على صحة الإنسان، إذا أكفد نقطة ضعف في جسم ذاك الإنسان التأثير الفلكي يركز عليه، فلهذا السبب أحيانا تعتبر عوامل تنبيهية. لذلك ننتبه إلى هالمسائل وننتبه إلى الوضع الصحي إلى غاية انتقالة القمر إلى برج الجوزاء. التأثير الفلكي يزول، إضافة إلى أنه تبدون تستشعرون بأنه جسمكم قادر على إعطاء الطاقة أكثر بشكل أفضل، العمل أكثر إلى أفضلية. بالنسبة إلى مجاميع الثور، تقول لك الفترة أنه القمر ببرجك يمدك بالطاقة، وهذا فشيء إيجابي. تحاول قدر المستطاع في هذه الفترة أنه تتمم أعمالك. أسبوع راح يكون مناسب مع وجود القمر في برج الجوزاء ثم في السرطان، راح تكون مناسبة لتحركاتك. رغم ما تعاني من حالة نفسية أو من ضغط نفسي نتيجة لوجود المريخ مع أورانوس في البيت اللي سبقك، فهذا دا يأثر عليك بالناحية النفسية أو رؤيتك بصورة عامة لأمورك، أو هناك فد
أشياء تعيقك من أنه تتمم أعمالك كما يجب. لكن عليك في هذه الفترة أن تتمتع بالقوة. القوة مطلوبة منك في هذه الفترة، الصبر مطلوب منك في هذه الفترة، الأيام الأكثر حظاً نستفيد من عدها، خصوصاً وأنه بعد كم يوم هناك خسوف قمري، فعلينا أنه ننتبه إلى مسألة العواطف. مسألة العواطف من ناحية وجود الخسوف والكسوف تأثر على عواطفنا من ناحية أنه إحنا نفقد السيطرة على عاطفتنا، فأحياناً قد تكون النتائج اللي تتبع التسرع بالقرارات نتيجة لرد فعل عاطفي عصبي من يعني قرار غير مدروس. فننبه وأنوه جدا لمجاميع برج الثور في هذه الفترة أنه اتخذ سياسة الحكمة، ما أتسرع بتصرفاتي، دائما كلمتي خل تكون أمامكم، تذكروها في أنه إذا جيتوا تريدون تتخذون أي قرار خصوصا قرارات عاطفية بعد ما كان هناك ضغوطات عليكم من الكواكب، فتريدون تغيرون كثير من الأشياء، قد هالتغييرات ما تخدمكم بالفترة الحالية، عليكم دراسة قراراتكم إن شاء الله قبل ما تتممون الأعمال، إلى أن تبدي الكواكب تختلف من أوضاعها، يعني تبدي تنتقل، خصوصا راح تصلون إلى استقرار بعد انتقالة أورانوس إليكم. فلهذا السبب هذه الفترة مطلوب منكم دائما أنه أنتبه من أتخذ قرار، أفكر للعشرة، أحسب للعشرة قبل لا أتخذ أي قرار خصوصا بالنسبة للقرارات العاطفية. الأيام الأكثر حظا نستفيد منها، وهذا الأسبوع إيجابي بالنسبة لكم، فيلا توكلوا على الله وتمموا أعمالكم، وإن شاء الله الفترة تكون أكثر وأكثر إيجابية مع صبركم وتفاؤلكم. بالنسبة إلى مجاميع الجوزاء، القمر متواجد بالبيت اللي سبقك، فهذا يقول لك إنه اكتفي بعملك الروتيني. أكتفي بعملي الروتيني ليش؟ لأنه نسبة الطاقة تنخفض عندك، السوائل تبدي تشح بجسمك، فأنت بالأساس مو الكل ينتبه، خصوصا هسه الدنيا باردة وما حد يفكر يشرب مي، ولهذا السبب الشخص العادي ما يدرك إذا أنه كان القمر في البيت اللي يسبقه راح يسحب الطاقة السوائل من جسمه ويخلي طاقته قليلة. يشعر الإنسان نتيجة لي، يمكن تسألون طبيب تقول له إذا سوائل تنقص بالجسم أو حتى يصيب الإنسان نوع من الجفاف شنو أعراضه؟ أعراضه كسل، دوخة، مرارة بالفم، إرهاق، عصبية، اكتئاب، هاي كلها أعراض، فأنتوا تشعرون بيها، وهي تحتاج فقط أنه تنظمون كم السوائل المتواجدة في جسمكم، فهاي أيضا ملحوظة مع اكتفائي بعمل الروتيني. بكرة راح يختلف الوضع بقوة الله وينتقل القمر لكم، راح ينطيكم فد فسحة وطاقة أكثر لأداء أعمالكم أو أوسع في برنامج أعمالي في هذه الفترة. مجاميع السرطان تقول لكم الفترة مناسبة لتحركاتكم العامة، حاول قدر المستطاع في هذا اليوم تتممها، وكذلك هناك تسهيلات ممكن أنه تلاقيها من الأطراف اللي تتعامل وياها في قضاء حاجاتك أو كذلك تنفيذ أعمالك اليومية. بالنسبة إلى مجاميع الأسد، قد تنشط عزيزي في تثبيت وضعك العام، سمعتك، وضعك العام، هناك نجاح اجتماعي ونجاح عام ينتظرك، لكن هذا النجاح تستطيع أن تصنع بيدك بجهوزيتك الكاملة وبمعرفتك كيف تدير الأمور وابتعادك عن العصبية. كبار السن ممكن عندهم شيء من التراجع الصحي، هاي يعني شيء عادي. بكرة ينتقل القمر إلى برج الجوزاء، تشعرون نفسكم أفضل.
مجاميع العذراء، وجود القمر في برج الجدي الثور يناسبك جدا ويناسب أعمالك. أنت مثل زميلك برج السرطان، نشجعك على أنه تتخذ نظام علاجي معين في وضعك الصحي، ونستفيد من الأيام الأكثر حظا حتى ندعم جسمنا بالقوة. يحتاج من عندك في الفترة الحالية الكثير من التعب، لأنه المريخ مسلط على المجال الصحي في حياتك. فننتبه بالأيام الأكثر حظا، ندعم نفسنا بالعلاج حتى يكون شغال، يقاوم، يساعدنا على مقاومة تقوية المناعة في الجسم. بالنسبة إلى مجاميع الميزان، القمر متواجد في برج ما ذاك الشيء أثر عليك بقوة، وكذلك رح يتجه إلى برج إيجابي، فعندك فترة ثلاثة أيام ممكن أنه تستفيد منها في تمضية حياتك بصورة إيجابية. مجاميع العقرب، عزيزي مولود برج العقرب، عليك أن تكون أكثر صبر في التعامل مع شريك العمل، مع شريك العاطفة. عصبية مبطنة بداخلك أنت ما تشعر بيها، قد تنطلق في أي لحظة. أشخاص قد يجوز ما يعرفوا، ما تعرفهم أو تلتقيهم بالشارع أو شيء، أو أحد يسبب لك فد نرفزة. هذه الفترة مطلوب من عندك أنه شوية تكون أكثر صبر في التعامل مع الأمور، وإذا كان بالإمكان أكو أشياء زايدة ما المفروض نتممها، ماكو داعي يعني نطلع على مود نتممها هاليومين. بالنسبة إلى مجاميع القوس، القمر يقول لك تمم أعمالك عزيزي القوس في هذين اليومين، لأنها فرصة إيجابية. لذلك بالوضع الحالي وبوجود القمر في موقع إيجابي ووجود كوكبين إيجابيين عندك، ينطوك فتشيء من الدعم لوضعك العام. فحاول في هذين اليومين، اليوم وبكرة، تتمم أعمالك قدر المستطاع. بالنسبة إلى مجاميع الجدي، القمر يقول لك أنه آني في وضع إيجابي بالنسبة لك، ورح ينتقل كذلك إلى برج الجوزاء. فهذين اليومين أو الثلاثة راح تكون بإمكانك تتميم أعمالك، الطاقة أكبر، بقوة أكبر، برؤية أكثر، راح تقدر تتحمل مسؤولياتك. إضافة إلى ذلك وضعك الصحي ممكن أنه اللي دا تشعر به خصوصا في هذا الشهر، لأنه مصادف خسوف وكسوف يأثر على وضعك الشخصي والصحي، فراح ينطيك فت قوة، فت دعم. راح تقعد ويا نفسك تقدر تفكر بطريقة إيجابية وبطريقة أكثر دبلوماسية في التعامل مع الآخرين. بالنسبة إلى مجاميع الدلو، أمور العائلة أو أمور المنزل تتطلب من عندك دعم. قد تحتاج أنت أحد أفراد الأسرة، أو بالعكس، هذا يعني واقع. كذلك نسبة الطاقة عندك شوية دا تتراجع بوجود القمر في برج الثور، وبكرة أكيد تنخفض درجات الحرارة. فننتبه إلى المناعة، ننتبه إلى المناعة بعد انتقالة القمر إلى برج الجوزاء، مو أول يوم، ثاني يوم يكون وضعك أفضل. بالنسبة إلى مجاميع الحوت، تسهيلات، إيجابيات، يعني أجواء من الراحة على صعيد التعامل مع الآخرين أو تسهيل الأمور. كذلك الطالب بالدراسة، إذا كان من منكم إذا كان على سفر فرح يكون سفره القريب موفق، يتمم عمله بصورة إيجابية ويرجع راضي. كذلك من ناحية الوضع العام، إذا كان طالب دراسة توجيهية أو حتى أكاديمية، فراح يكون إذا كان عنده اليوم مناقشة أو فد شيء يريد يقدمه أو فد طلب أو يعني شيء خص الدراسة، فهو مسيطر هاليوم
وإن شاء الله التسهيل الآخر راح يكون من جانب الحياة العاطفية، تشعر بقوة العاطفة، تحتاج إلى من يبادلك كذلك الشعور، إلى من يتعامل وياك بطريقة تشعرك بقيمتك الإنسانية وبأنك إنسان مليء بالعواطف ولست مجردا منها. هذا ما تقوله توقعات الأبراج نتيجة لتواجد القمر في برج الثور الترابي، والله أعلم. وإن شاء الله الله يقدم لكم كل الخير. أستقبل حلا كل الهلا. تفضلي حلا، صباح الورد. أقدم على موت ابني ما وضع الدراسة يا ريت. تفضلي. 2009 2009 شهر الثاني 9 9/2/2009 الوضع الدراسي. الشهر الثاني هو 9 ذي. ماشي ماشي. شكرا جزيلا. عمره عمود وضع يعني ينجح هاي السنه. حبيبتي ان شاء الله، حبيبتي ان شاء الله، الله يخلي لك يا مامي. تدللين تدللين، راح ارد عليكي. تفضلي يا رشا، يسعد صباحك. الو السلام عليكم. يا هلا يا هلا ومية هلا. عليك السلام والرحمة. أهلا رشاوي. أريد أعرف برجي، ما أعرف يعني نوبي يقولوا لي العقرب، نوبي يقولوا لي الحمل، نوبي يقولوا لي الجوزاء، يعني برجي شنو، عن الحظ، عن كل شيء. حظ ما عندي، وعن كل شيء أريد أعرف يعني. طيب تاريخ الولادة. نعم مواليد 90/18/11. برج العقرب يا حلوة ومواصفات إيجابية تملكين، رح أجاوبك إن شاء الله بقوة الله. أنا أريد يعني عن نصيب وعلى كل شيء. النصيب هسه هالفترة مفتوح ماما، وإن شاء الله رح أرد عليك بتفصيل أكثر. ما أريد وأنا ما عندي حظ يعني دائما ما محظوظة بكل شيء. اسم الله حبيبتي، اسم الله حبيبتي، إن شاء الله الله يبعد عنك النحس وهالتفكير اللي أنت قاعدة تفكرين به. إن شاء الله بنتي أرد عليك. شكرا لاتصالك، شكرا. نعم يا هلا فاطمة. هلا بيك عمر، شلونك؟ كل الهلا فاطمة، أمريني يوم. أريد أعرف إيه. نعم يوم 4/8. الله. إيه إيه. وبرج بكي. الله يحفظها. نعم 17. اي وبرج بنتي ثانيه 17. ايش قد حبيبتي 17؟ ايش قد يا شهر 17/7. ها اي. والثالثه 16/10. حبيبتي الله يخليهم. انت يا عمري مشكوره اليوم حصلتك، انا كلش متونسه. حبيبتي كل الهلا، انا كلش سعيده، يشرفني يشرفني على راسي بنتي، كل الهلا. نعم اهلا هديل. صباح الخير. يا هلا بهالطول ويا هلا بهالصباح ويا هلا وميت هلا، نورتوا الفقره. تفضل يوم. نورك حبيبتي. تفضل. وبرجي وتوقعاته. نعم 22/5/92. نعم الجوزاء. اي حبيبتي من ناحيه الحمل الحار اي شيء. الحمل هذه السنه ايجابي جدا، شدي حيلك يا بنتي. ف حبيبتي ان شاء الله ان شاء الله بقوه الله، يعني الفتره المقبله جدا ايجابيه، لكن راح اجاوبك بتفصيل اكثر لان ما اريد اخسركم الرصيد، مجرد انه اعرف المعلومات حتى ارد عليكم بتفصيل. اشكركم واشكر يعني تواصلكم وياي. سعادتي هو انه يعني نجاوب بالاخص اللي يكون عنده تاثير من ناحيه الابراج، التاثير النفسي وكيف نتصرف مع الاخرين والاوقات المناسبه تكون هذه افضل في أنه ننطي النصيحة لأجل نتجنب الكثير من المتاعب.
أكيد البارحة كان عندي شروق ما سعفني وقت الفقرة إنه أرد عليها. إن شاء الله اليوم أجاوبك حبيبتي شروق مع اعتزازي بحضرتك وبكل من يشاركني وبكل من يتابعني. 27/7/27/7 هذا الرقم حلو جدا، تاريخ ولادة حلو، ينطي لهذا الشخص فد نوع من أرقامك. هو نعم، ها عندي أم علي، أي تفضلوا. السلام عليكم. أهلا أم علاوي. إيه أنا أم علي. مية هلا مية هلا يا أم علي، مية هلا. وأمريني أم علاوي. ما يمر علي هذا من مواليد زوجي. نعم. مواليد 1984. نعم. 9/10. نعم. شهر 9/10. إيه حبيبتي وصلت. مواليدي 1990. يا يوم يا شهر ماما. 14/8. حبيبتي. إيه. نعم. يا يوم يا شهر ماما. 14/8. وضح وضح حبيبتي وضح. أيضا أعرف الصورة أنا برج زوجي. تدللين. أيضا يعني أعرف على يعني عليه. حبيبتي. تدللي. شاكرة إلك ولاتصالك. نعم. أحلام 21/9 إيش قد؟ 2017؟ يعني شنو التوقعات عن هالمطلوب؟ 2017 نعرف كل شيء. حبيبتي صار لها سنة، الله يخليها الله يخليها. طيب بالنسبة إلى شروق أبدي أجاوب لأنه الساعة على غفلة يقولوا لي وقتك خلاص وبعد ما لحق. أي شنو أنت طيتني 10 دقائق. المهم عندنا 27/7 بالنسبة إلى هذا المولود. هذا مولود اليوم إيجابي، يعني من نشوف التاريخ بصورة عامة نتفائل لأنه تاريخ حلو. سبحان الله مالح هذا الشخص تاريخ حلو. الأولى من الأسد، مولود برج الأسد، شنو هو الشيء الحلو اللي يثير التفاؤل مالتنا؟ الإنسان اللي يملك مواصفات سبحان الله ينطيه مواصفات هذا راضي عليه ويحبه، فلما يجعل مولود برج الأسد صاحب الشخصية القوية وصاحب الطلة والهيبة، ممكن يكون محترم مهاب بين الناس، كل ما يتقدم بالعمر كل ما يكون إلى مكانه. هذا الإنسان المفروض أهله يتعبون عليه جدا لأجل أن يكون فتشخصية تفتخر به دولته وبلده ويفتخرون بعائلته. حبيبتي شروق انت الله منعم عليك بإمكانية حلوة. الفترة الحالية تقول ان هناك فترة ارتباط مفتوحة لمدة سنة كاملة لمدة عام، إضافة وجود الزهرة في البرج اللي دخل ببرج القوس، هذا يعني إن هناك فالتسئيلات وهناك مفاجأة تنتظر، يعني انتظار لمفاجأة ممكن إنه يغير حياتك للأفضل. مرت عليك سنة متعبة مزعجة، قد تكون هذه الفترة فترة تعويضية، انتظري مفاجأة تدق الباب، وقد يأتيك فارس أحلام أو قد يأتيك حل منقذ لمسألة معقدة، وخصوصا إذا كانت شغلة صحية أو شغلة مالية. فهناك ثلاثة أمور تطفو على السطح، هناك حل لواحدة منها بطريقة فجائية، يعني راح تتفاجئين
تقولين معقولة هذه فترة حلوة ومناسبة جدا، عليك بالصبر وانتظري الخير. هاي بالنسبة إلى شروق، عندي حلة 9-2 الوضع الدراسي. الوضع الدراسي بالنسبة إلى 2009، يعني 2009 هو الفترة يمكن اللي دا يقضيها هي فترة توجيهي، فننظر إلى الدراسة التوجيهية. الدراسة التوجيهية بالفترة الحالية مطلوب من مولود برج الدلو، لأن هو الثانية منها المنة تخص، الثانية من الدلو تخص كوكب أورانوس اللي هو يحكم مع زحل مع منو؟ مع عطارد. هذا الشخص ذكي لأن أكو عطارد بالنص. عطارد من ينوجد بالنص؟ هذا الشخص ذكي لابد، وسريع الحركة، سريع التفكير، سريع ردود الفعل، سريع الانفعال، كله عنده سرعة، ما عنده طولة صبر. هاي اللي ما عنده طولة صبر ممكن أنه تأثر على الدراسة، فالوالدة هذا الموضوع لازم تشوفه وتحتويه. أكو كثير من الأطباع ممكن أنه الفلكي يساعد الأهل في سبيل أنه يبذلون الجهد حتى يخلون الولد يترك هالأطباع اللي عنده. أكو أطباع يجب أنه نستغني عنها في حياتنا، أو كأن يكون شيء من الترويض والتعليم لهذا الشخص لأجل أنه يترك. أنت عليك مهمة مع هذا الولد، أنه هل استعجال اللي عنده تخففيه، هل عصبية اللي عنده تحاولين أنه تجوزين من عندها، هل الاستعجال هذا. يشوف السؤال إيه هذا سهل، هذا ما أدري شنو، أو مثلا يجي على الدرس إيه هذا افتهمته، يطبق الكتاب، عنده استعجال، هذا جوزي من عنده، إن شاء الله راح يكون شخص ناجح. هذا الشخص أنا أرى ناجح في حياته العامة، وراح يكون بأعمال حرة، يعني ناجح بأعمال حرة. ما أرى أنه لوهس بالدراسة هذا الولد، لكن شجعي حتى يحصل على شهادة معينة ومن ثم يكون ناجح، لأنه المجتمع مو إلا يحتاج كذلك أهل الأعمال الحرة. لكن عليك أن توجهيه أنه يجوز منها الاستعجال، يركز على دراسته، بس الطريقة برج الدلو ما يحب أحد يضغط عليه، كل ما يتم الضغط عليه كل ما يتمرد، شخصية تمردية، فناخذ الأمور بهدوء بدبلوماسية. هذا الشخص يوصل إلى مرحلة ما، لكن هذا بالأعمال الحرة مستقبله كلش أفضل من الوضع الدراسي، لأن هو يعني شوية أبو خابصها نسميه إحنا. رشا 18-11 حبيبتي، 18-11 الأخيرة من الأخيرة من العقرب. الأخيرة من العقرب هذه تخص الزهرة، الكواكب المؤثرة، الزهرة، بلوتو، المريخ. ها الزهرة جاية بنص كوكبين، يعني الله يحفظهم، واحد أشرس من الله، ينطي فد نوع من التناقض. التناقض بذات هالمولود ما يعرف شي يريد. أنا أريد هذه الشغلة، من يحصل على هذه الشغلة؟ لا يعني لو ما هاي الأمور تصير زين، أنا مدى أعرف أفكر عدل، الشيء اللي داريده مدى يصير، يعني أكف التناقضات وانقلابات في حياة هذا الشخص، انقلابات تنقلب، ساعة يكون في قمة السعادة وساعة يكون في يعني في وضع لا يحسد عليه. بنتي العزيزة، هذا التناقض مو فتشي غير إيجابي، هذا التناقض من التناقض نخلق فتشي إيجابي. كيف؟ أنت عندك فد تسهيلات في هذه الفترة،
في هذه الفترة هناك تسهيلات في أمور مالية، وكذلك هناك تسهيلات في مسألة ارتباط. هاي أنا ما أعرف إذا كنتي مرتبطة أو غير مرتبطة، عذرا يعني أخشى أن تكونين مرتبطة، لكن إذا كنتي يعني في حالة العزوبية هناك بابين مفتوحة في هذه الفترة. الباب الأول هو أولا باب العمل، وكذلك باب تسهيلات مالية، وهناك باب ارتباط. لكن هالنظرة التشاؤمية نرفعها شوية، نجيب في الدرج وهيك نشيلها نرفعها. الإنسان كلمة أنه غير محظوظ أحيانا تورد على مخ الكثيرين، لكن شيلي هالفكرة التشاؤمية من مخيلتك. أنت إنسانة سبحان الله حباك بقوة شخصية، وحباك بطيبة قلب، وحباك بمساعدة للجميع، وتكونين أنت الأم وأنت الأخت وأنت كذا. بس المشكلة من الناس، الناس ما تقدر هذا الشيء، ولا حتى تقول أنه هذا الإنسان نعم دا يتعب ويانا أو كذا. هاي الأشياء ممكن تسبب لك إحباط، لكن هناك أنت أيضا عندك مفاجأة مخبي لك ياها القدر في خلال هالشهرين. بس أكو فترة خسوف قمري، خلي تروح، باي باي، قلها باي باي، قربت راح تروح، وبعد ذلك إن شاء الله راح يكون هناك إيجابيات ننتظرها. المهم أتوكل على الله، وكوني يكون عندك ثقة بنفسك قوية، لأن أنت إنسانة قوية وصلبة، وسبحان الله عاطيك طيبة، يعني حقيقة نعمة من الله. الله يباركك، وهسه تشوفين وتخابريني وتقولي لي نعم أموري شوية أصبحت أكثر توضيح. عندي فاطمة 4/8 و17/7 و16/10، 4/8 مولود برج الأسد الناري. هذه الفترة إيجابية بوجود كواكب أورانوس بالحمل، المريخ بالحمل، الزهرة والمشتري في مواقع نارية. يعني لا تفوتون يا جماعة الأسد فرصة. هناك تجاوب عن طريق واحد، عاطفة، صلح، انسجامية، تآلف، توافق مع الشريك، ممكن إنجاب طفل، ممكن كذلك تحسين أوضاع بصورة عامة. فالفترة تكون إيجابية. 17/7 مولود برج السرطان المائي. مولود برج السرطان المائي هسه هالفترة شوية مو كلش، لكن مع انتقالة الكواكب بعد ما بقالها الشمس كم يوم، 20 بالشهر تروح للدلو، وراح السرطان شوية يرتاح نوعا ما من أمور. إضافة إلى 16/10 مولود برج الميزان. مولود برج الميزان في هذه السنة يعتبر ثاني الأبراج حظا، لكن كذلك هذا الموضوع مرهون. عندنا عطارد ينتقل للقوس، الدلو، القمر تنتقل للدلو، راح يختلف وضع 180 درجة. فهناك أشياء دا تنتظر هالأبراج إيجابية إن شاء الله. مطلوب من عندنا الصبر، والمشكلة والشيء المفرح وليس المشكلة إنه بقت فترة قليلة. إن شاء الله ربي يقدم لكم الخير. صبرنا على الكثير وبقى القليل. الحياة ما تخلو من المشاكل، لكن كذلك ما تخلو من المفاجآت والأشياء السارة. بقت لي هديل وأم علي وأحلام، إن شاء الله بكرة أرد عليكم بكل ممنونية، لأنه قال لي وقتك خلص، ويروح عباس يزعل علي يقول لي ها أخذتي من وقت فقرتي، ويشمر علي الحامض شو الطماطة. المهم أشكركم وأشكر متابعتكم، وإن شاء الله أتمنى لكم نهار مبارك. ألتقيكم بكرة وأنتم بكل خير وسلامة. الأجواء لكم يا شباب.